مرحبا أصدقائي، اليوم سنتعرف على تحويل صورة إلى فيديو ناطق باللغة العربية بشكل مجاني، والوقت مفتوح، شوفوني يا أصدقاء. استطيع تحريك العيون والشفايف، تابع معنا ولا تنسى الاشتراك في القناة. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مثل ما لاحظنا في هذا الفيديو، استطعنا عن طريق الذكاء الاصطناعي تحويل النص المكتوب إلى فيديو ناطق باللغة العربية، واستطعنا تأليف الكتابة من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث قمنا باستخدام الشات جي بي تي. طبعا أنا شرحت مقطع فيديو خاص على كيفية التسجيل في هذا الموقع والعمل عليه بشكل مجاني، وموجود الرابط في أعلى الفيديو، موجود أيضا في الوصف على كيفية التسجيل في هذا الموقع، بحيث أنه يمكنك اختيار الموضوع وطرح السؤال على هذا الموقع، وهو يقوم بكتابة النص كاملة، ويوجد أيضا توليد الصور من خلال الموقع الخاص بتوليد الصور، وهذا بعض من المواقع بيك فيندر، تستطيع من خلاله أن تولد صورة من خلال كتابة الكلمات باللغة الإنجليزية ثم الضغط على هذا الزر، بذلك تكون تستطيع إنشاء صور. ملاحظة هامة في هذا الفيديو الذي نقوم فيه بتحويل الصورة إلى مقطع فيديو، بإمكانك أن تستخدم صورتك الشخصية وتحولها إلى صورة ناطقة، حيث يمكننا في هذا الفيديو تحريك الشفايف بالإضافة إلى تحريك العيون لتصبح هذه الصورة وكأنها حقيقية. كل ذلك قمنا باستخدامه من خلال الذكاء الاصطناعي. وكما أخبرتكم سابقا بأنني أحضر لكم دائما مواقع مجانية، وفي هذا الفيديو كل ما هو موجود في هذا الفيديو جميع المواقع مجانية، لذلك تابع معي الشرح إلى نهاية الفيديو لأن الشرح دقيق ولا يمكن الاستغناء عن أي جزء من هذا الفيديو. ملاحظة هامة أيضا بالنسبة لصناع المحتوى، حضورك لهذا الفيديو راح تستفيد أكيد من شيء بسيط من المقاطع أو من ما خلال المواقع لأني استخدمته، في حال لم تستفيد من كامل الموضوع بشكل كبير، لذلك أنصحك بحضور هذا المقطع إلى نهايته. طبعا الروابط التي استخدمتها كلها موجودة في الوصف بالترتيب على حسب الاستخدام اللي احنا بحاجته. وللمحافظة على الوقت سأقوم بالتسجيل في أحد هذه المواقع، وباقي التسجيل في المواقع الأخرى تكون على نفس الطريقة من خلال الدخول والتسجيل ثم استخدام الإيميل الخاص بالجيميل الموجود على المتصفح الذي نقوم بالعمل عليه. بداية نقوم بالدخول إلى موقع Remove Background، نقوم بتسجيل الدخول Sign Up، الاستمرار من خلال جوجل، ثم الدخول إلى Remove Background، نقوم بتحميل الصورة. طبعا أنا قمت بإنشاء صورة خاصة، أنت بإمكانك تختار أي صورة معينة، مشان حفاظا على الوقت اخترت هذه الصورة مثلا، سيقوم بتحميل الصورة. كما تلاحظون قام بحذف الخلفية، نقوم بالضغط على Edit. في هذه الحالة يجب تحويل الخلفية إلى اللون الأخضر من أجل عملية المونتاج، نقول بالضغط على Color ثم اختيار المجموعة ثم اختيار اللون الأخضر لأنه هو اللون الذي يمكن حذفه، هو اللون الأزرق من المونتاج، ثم موافق، أصبحت الصورة جاهزة بخلفية خضراء، نقوم بالضغط على Download، تم تنزيل الصورة بخلفية خضراء. الآن ننتقل إلى الموقع الثاني، هذا الموقع اسمه Motion Portia، لا يحتاج إلى تسجيل، نقوم بالنزول إلى الأسفل إلى صفحة الديمو، في هذه الصفحة هذه الصورة تستطيع تحريك الأعين، أريد تحميل الصورة التي قمت باختيارها أو بحذف الخلفية، نقوم بالضغط على هذه الأيقونة ثم نختار هذه الأيقونة Picture، نختار الصورة التي خلفيتها خضراء، ننتظر قليلا حتى يتم تحميل الصورة. تم تحميل الصورة، يوجد في هذه مجموعة من الخيارات كما تلاحظون بأن الوجه يتحرك باتجاه حركة الماوس، اختار هذا الخيار، يوجد هنا بعض الخيارات مثل تغيير الشنب أو الشوارب كما تلاحظون، في حال لا أرغب بأحد هذه الخيارات أقوم بالضغط على Remove All، أستطيع وضع بروكة أيضا، يمكن وضع نظارات
كما في الشكل التالي. وضع ميك اب بالإضافة إلى تغيير عدسات العين. بعد الانتهاء من هذا الموضوع نقوم بتسجيل الشاشة الخاصة فقط المنطقة الخضراء هذه، نقوم بالتسجيل لمدة 10 ثواني فقط. طبعا يا شباب هالمقطع الفيديو اللي أنا سجلته من الشاشة فتحته عن طريق برنامج الكامتاسيا استوديو، هذا البرنامج اصدار 8 أنا نزلته تقريبا، بإمكانك أنك تنزله وراح تحصل رقم سري موجود بالانترنت كمان بشكل مجاني بإمكانك أنك تستعمله. طبعا كل شخص، وفي أيضا برامج أخرى مجانية ممكن أنك تنزلها عن طريق الانترنت، طبعا كل شخص حسب البرنامج اللي هو مشتغل عليه أو كل صانع محتوى عنده برنامج ممكن أنه يستفيد منه. اللي بهمنا هو نتيجة العمل بهذا الموضوع. طبعا أنا قمت بتصوير الشاشة لمدة 10 ثواني فقط. بداية أقوم بقص هذه الخانة من خلال الضغط على هذا الخيار ثم القص بهذا الشكل على حافة الصورة. لتغيير حجم أقوم بالضغط على هذه الخانة وأختار الأبعاد 500 × 500 موافق. بشيل إشارة الصح 500 × 500. بعد ذلك بكبر الصورة على حجم الإطار تماما 500 × 500. نقوم بالضغط على Produce and Share، نختار أعلى قيمة التالي. هنا نقوم بتسمية الملف Input_Video ثم إنهاء. بعد حفظ الفيديو بهذا الشكل نقوم بالذهاب إلى الموقع الآخر اسمه Voice Maker. في Voice Maker بإمكانك كتابة النص، طبعا تستطيع كتابة فقط 250 حرف. كتبت هذا النص، سأقوم باختيار اللغة العربية ثم اختيار الشخص المناسب لعملية الكلام. نختار نادر، نختار هذا الخيار. بعد ذلك نقوم بالضغط على داونلود MP3، سيتم تنزيل الملف بصيغة MP3. ملاحظة هامة، يجب تحويل الصوت بشكل عام إلى صيغة ويف. كيفية التحويل، نقوم بالدخول إلى هذا الموقع. هذا الموقع تستطيع كما تلاحظون convert تحويل من MP3 إلى ويف. نقوم بتحديد الملف، اختياره من التنزيلات، هذا الملف اللي اشتغلنا فيه، ثم نقوم بالضغط على convert تحويل. انتهى من التحويل، نقوم بالضغط على داونلود تنزيل، تم تنزيل الملف. بعد ان قمنا بتحويل الصوت من MP3 الى ويب، نقوم بالدخول الى التنزيلات ونسخ الملف الخاص بالصوت، وضعه على سطح المكتب بمجلد جديد. لنفرض أن الاسم F1، نقوم بلصق الصوت، ويجب تغيير الصوت بحيث تكون اسم المقطع Input_Audio. بعد أن قمنا بنسخ مقطع الصوت، نقوم الآن بنسخ مقطع الفيديو من المكان الذي تم تنزيله بعد المونتاج. بعد الانتهاء من إنشاء مقطع الفيديو وإنشاء الصوت، نقوم بالذهاب إلى موقع اسمه collab.google. في هذا الموقع، الرابط موجود في التوصف، نقوم بالضغط على الخطوة الأولى وثم تشغيل Run Anyway. ننتظر قليلا
حتى تظهر إشارة الصح بجانب الخطوة الأولى. كما تلاحظون الخطوة الأولى ظهر إشارة صح بالإضافة إلى كلمة done. ننتقل إلى الخطوة الثانية والتي هي رفع الملفات. ملاحظة هامة، يجب أن يكون أبعاد ملف الفيديو 500x500 بالإضافة أنه يكون اسم الصوت input_audio.wav. أي خطأ بهذه الأشياء طبعا ما راح يشتغل البرمجة بشكل ممتاز، بالإضافة أنه يكون اسم مقطع الفيديو input_video.mp4. هلا راح نرفع الملفات من خلال الخطوة الثانية. نقوم بالضغط على تشغيل، نقوم بالضغط على تصفح، نروح على سطح المكتب على المجلد F1. كما تلاحظون input_audio و input_video منحدد على الملفين، نختار open فتح. الآن راح ياخذ وقت بعملية رفع الملفات. طبعا هذا المقطع اللي سجلته 10 ثواني ممكن استخدمه بكل مقاطع الفيديو اللي ممكن اسجلها بالمستقبل. شو بغير؟ بغير فقط مقطع الاوديو او مقطع الصوت. طبعا هون خليني اتكلمكم على نقطة مهمة. بعض المشتركين عندي سألني هذا السؤال، انه كيف اني اجعل هذا المقطع الفيديو او هذه الصورة تتكلم على كامل مقطع الفيديو اللي موجود حاليا مثلا على اليوتيوب. بداية بالنسبة للصورة اللي انا عملت لها حفظ لمدة 10 ثواني، هذا بامكاني استخدمها دائما مباشرة، يعني مو فقط كل ما بدي اعمل انتاج فيديو بدي اقوم بتصوير 10 ثواني، لا، بعملها في حال حبيت اني اغير الصورة. اما اذا نفس الصورة لا، بخليها مثل ما هي. اما اللي بقدر اغيره هو الصوت. الصوت انا بعد ما انتهي من دوبلاج او من تصوير مقطع الفيديو وعملية الدوبلاج، بروح بنزل الصوت الخاص فيني اللي انا سجلته بمقطع الفيديو، سواء 5 دقائق سواء 10 دقائق، بنزله كصوت فقط. بعد ذلك برفعه بهذا الموقع اللي هو كولاب باسم input_audio.wav. بهالحالة هاي صار في عندي الفيديو اللي انا انشأته بصوت فقط بالاضافة للانبوت فيديو يلي هو بمقدار 10 ثانية. بهالحالة هاي راح يظهر عندي مقطع فيديو، هذا المقطع فيه شخص بيتكلم تقريبا 4 دقائق على حسب، او 5 دقائق على حسب مقطع الفيديو اللي انا انشأته او عم بنتجه من اجل اني انزله على اليوتيوب. بعد ما انزل الفيديو راح اخبركم كيف اني ادمج الفيديو اللي انا قمت بانشائه حاليا بالصورة مع الفيديو اللي انا قمت بعملية انتاجه من اجل انزله على اليوتيوب. بعد الانتهاء من الخطوة الثالثة، طبعا الخطوة الثالثة هي اكثر خطوة بتاخذ وقت حتى يتم دبلجة الصوت مع الفيديو وظهور اشارة الصح، نقوم بالانتقال الى الخطوة الرابعة والتي هي عرض النتيجة. نقوم بالضغط على زر التشغيل، ننتظر قليلا حتى يتم عرض النص. نقوم بالضغط على تشغيل. مرحبا أصدقائي، اليوم سنتعرف على تحويل الصورة إلى فيديو ناطق باللغة العربية بشكل مجاني. الآن ننتقل إلى الخطوة الخامسة التي هي تنزيل الفيديو. نقوم بالضغط على تشغيل، أصبح مقطع الفيديو جاهز. والآن يا شباب راح ننتقل للنقطة الأخيرة اللي أنا حكيت عنها، بإني كيف أعمل الصورة تكون متكلمة حتى نهاية الفيديو. طبعا أنا قمت بعمل الدوبلاج وحذف المقاطع الغير ضرورية في هذا المقطع الفيديو، بعد ذلك قمت بتنزيل الصوت فقط بصيغة ويف. بعد أن قمت بتنزيل الصوت بصيغة ويف، قمت بتسمية مقطع الصوت بصيغة input_audio.wav مثل ما انتم شايفين امتداده wav. مقطع الفيديو هون هو نفسه اللي انا عملته 10 ثواني اللي شرحتهم ببداية مقطع الفيديو. صاروا جاهزين الصوت عندي تقريبا 13.40 دقيقة مثل ما انتم شايفين 13.45 دقيقة، وبالنسبة لمقطع الفيديو هو 10 ثواني. بعد ذلك بروح على هذا الموقع اللي انا شرحته ببداية مقطع الفيديو، اللي هي اني انا بقوم بالضغط على الخطوة الاولى تشغيل، بعدين برفع الملفات اللي هي الاوديو والفيديو. طبعا الاوديو عندي
نفس المقطع الفيديو اللي يعني سجلته، الفيديو اللي هو 10 ثواني، بعد ما ينتهي بروح على إنشاء الفيديو الخطوة الثالثة، بعد ذلك بروح على الخطوة الرابعة أعرض النتيجة، بعد ما تنزل النتيجة بقوم بتنزيل مقطع الفيديو. مثل ما أنتم لاحظين مقطع الفيديو هون 13.47. بعد ما نزلت مقطع الفيديو بروح على تنزيل مقطع الفيديو امبورت ميديا، هذا هو الملف اختاره، نزل عندي المقطع كاملة، بروح حطه ببداية مقطع الفيديو، هذا هو صار موجود. طبعا بدي انتبه ان هون راح ينزل معي ايضا مقطع الصوت، وهون انا كنت عامل مقطع الصوت، لاجل ذلك بقوم بحذف واحد منها، بحدد عليه، اضغط على الصوت، اختار سايلنت او كتم. الان بدي احذف الخلفية الخضراء، بروح على هذا الخيار وبنزل لتحت ريموف كلر، مباشرة حذف لي الخلفية، اختار الصورة حطها بالمكان اللي انا بشوفه مناسب، بصدرها بالحجم اللي انا بشوفه مناسب. فالحالة هاي صار انه مقطع الصوت يتكلم، بالاضافة انه هذا الشخص راح يستطيع انه يتكلم على حسب الكلام اللي انا عم قوم فيه حاليا. وبهيك صار عندي عبارة عن مقطع فيديو وفي شخص يتكلم على حسب النطق اللي انا قمت فيه. وبهذا نكون قد انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الاشخاص المهتمين بذلك. نستودعكم الله.